باسم الحضرة باسم الفيض ابن قلم الفيض مولانا الشيخ محمد الماحي الشيخ علي سيس فليتفضل هو ناطق رسمي باسم الخليفة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. نحمد الله تبارك وتعالى أن قدر ووفقنا لصحبة الخليفة الشيخ محمد الماحي إبراهيم نيس، الذي أبى إلا أن يسمي نفسه خادم الأمة ارتساما وتتبعا لمنهج مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه، الذي يقول الأمة قصدي فيهم أن أسوقهم إلى حضرة البر الرحيم إلهنا، وتعلموا هل في الخلق أحنا عليهم مدى الدهر مني والبعيد كما دنا. هذه زيارة في الله لله بالله، زيارة أخوية، زيارة لتوطيد أواصر المحبة، زيارة لإشعاع الأمن والأمان والسلام والمئام والمحبة والألفة. هذه زيارة امتداد لزيارة مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه الذي علاقته بالسودان امتدت لقرابة قرن واحد، لأنه علاقته مع السودان بدأ في حجته الأولى، والتقى بأعيان من كبراء علماء السودانيين، منهم الشيخ أبو القاسم الجنينة الذي قدمه شيخ في تلك الرحلة، والتقى أيضا بمحمود أفندي وقدمه وأعطاه أسرار الطريقة، الذي كان عضوا من طائفة المحمديين في خرطوم، وجدد أيضا وقدم سيدي محمد حفيد سيد مختار التجاني الذي أصله شنقيطي. هؤلاء هم أول الرجال الذين التقوا بالشيخ في تلك الحجة التي فتحت أبواب العالم لملاقات مولانا الشيخ رضي الله عنه وتلقي أسرار المحمدية منه. فدار الشيخ السودان بعد ذلك سنة 72، وتلك الزيارة التي تركت آثارا إيجابية وخلفت أيضا أحبابا ومحبين، وتركت زوايا ما زالت ترتبط بالشيخ ارتباطا قويا. ومنذ ذلك العهد أحبابنا السودانيون يزوروننا في كل وقت وفي كل حين وفي كل سنة، ودور علينا ودور للخليفة الشيخ محمد الماحي. وللعلم هذه المرة ليست أول زيارة له للسودان، بل سبق أن زار السودان بإذن من الشيخ، أرسله بوفد من أولاده فيهم محمود بن الشيخ ومحمد المنصور، وجاء بهم إلى السودان. فكأن تلك الرحلة كانت إيزانا من الشيخ أن سيكون له دور في يوم من الأيام في السودان للقاء الأحباب والتقاء المحبين، وكما يقولون اللقاء لقاح. وهذه الزيارة تعزيز لعلاقات الدبلوماسية بين الشعبين السنغال والسودان، وتقوية لأواصر المحبة بين المحبين، وإن شاء الله ستكون نهضة جديدة للطريقة وللإسلام وللمسلمين. إنما إن دلت على شيء إنما تدل على اهتمام الخليفة بقضايا أمة المحمدية صلى الله عليه وسلم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. زيارة في الله تبارك وتعالى، كلنا يعرف ما قيمة الزيارة في الله، ما زار رجل رجلا في الله حبا لملاقاته إلا وناداه ملك من خلفه وقال له طبت
وطاب ممشاك وطاب لك الجنة. حقت محبتي للمتحابين في والمتداورين في والمتبازلين في والمتصدقين والمتجالسين في. نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لانتهاز الفرصة، لاغتنام هذه الفرصة الغالية للاستفادة من هذه المجالس ومن هذه الزيارات ومن هذه إن شاء الله التلاقي التي تكون لها ما بعدها إن شاء الله أمن والأمان للسودان، وإن شاء الله أيضا يزور بعضنا بعضا، وندعو الله تبارك وتعالى أن يعيد الاستقرار إلى البلد ويقوي روابط الأخوة بين الإخوة في السودان وفي كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.